أريدك أن تعلم أن من أهم ما يبتدأ به طالب العلم هو أن يسأل الله عز وجل التوفيق. دائما اجعل ديدنك ودأبك الدائم سؤال الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. إذا كان أشرف الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاته في الليل وهو يأتيه الوحي صبحا وعشيا: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفتتح قيامه لصلاة الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الحديث الذي أوردت لكم قبل قليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولا شك أن الهداية إما أن تكون في التحصيل أو ما بعد التحصيل في الاختيار، وكل هذه الأمور يدخل فيه هذا الدعاء. إذا من أعظم الأمور التي تسأل الله عز وجل إياها أن يرزقك الإعانة على العبادة، ومن أجل العبادات وأفضلها بعد أداء الفرائض عبادة العلم، وهذا لا شك فيه. لا شك أن أفضل عبادة بعد أداء الفرائض وتوحيد الله جل وعلا أن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالعلم. إذن أكثر من سؤال الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، مفهومه أنه يسأل الله عز وجل العلم النافع. فاسأل الله عز وجل العلم النافع الذي ينفعك في دينك، وينفعك في رفع الجهل عن نفسك، وينفعك في رفعة درجاتك يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. إذن أكثر وأدم الإلحاح والسؤال والطلب للكريم سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع، وأن يسهل لك، وأن يسبب لك الأسباب المعينة على تحصيله. وكم أعلم وتعلمون كذلك أن أناسا يفتح الله عز وجل عليهم في العلم، ويفتح عليهم في أسباب العلم كذلك بلقي المشايخ وتحصيل أسبابه المتعددة المتنوعة، ما لا يفتح على غيرهم، وما ذاك إلا بأمر أراده الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث أو في بعض الألفاظ حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله أن يشرح صدره يفقهه في الدين. فهي شرح الصدر، أن الله يشرح صدرك لتقبل على العلم. فالنعمة أن الله عز وجل يشرح صدرك للعلم، ومن نعم الله جل وعلا أن يجعل قلبك مقبل على العلم، وأن يحبب إليك العلم، وأن يجعل العلم سهلا محببا يسيرا عندك، وأن يقيض الله عز وجل لك الأسباب المعينة عليه، ثم يرزقك الله عز وجل هذا العلم الذي توفقه.